يحيى نهروان وإيمان ككثيرين في غزة، اصطف ثلاثتهم في طابور انتظار فرصة عمل إثر التخرج. الفرصة لم تأتي، فقرروا صناعتها من خلال تفكير مشترك أظهر مشروعا فريدا يعد الأول من نوعه في غزة، وهو التخصص في تصوير الأطفال حديثي الولادة. القائمين معي في هذا المشروع هم أخواتي وزوجتي، بعتمد عليهم اعتماد كلي في كل جلسة تصوير، طبعا خصوصا أنه لازم مع أم الطفل يكون في عامل أنثوي معها في التصوير. أحد الأسباب اللي خلاني عن جد أمشي في هذا المشروع هو قلة الفرص وقلة الإمكانيات المادية، وأنه الواحد طموحه أنه يوصل لمستوى معيشي مناسب. ولأسباب مشابهة تتعلق بندرة الفرص في سوق العمل في القطاع، لاقت الموهبة تكاملها لدى الأخوين حمدي وديما في الرسم والتلوين على أواني البورسلان والأقمشة في مشروع تذكار. غزة محتاجة مشاريع زي هيك، خصوصا انه ما فيش امان وظيفي، وهذا الاشي بيعطي تقريبا نسبة استقرار شوي عالية، وممكن كمان انه يساعد بانه ينهض في العائلة باكملها، مش ضروري تكون على صعيد مثلا مشروع، انا ممكن على مشاريع اخرى. كمشروع اخوي بنحاول انه احنا نتغلب على البطالة، في كون في عنا هواية نبدع فيها، فبنحاول انه نتخطى هذا العائق الكبير في مجتمعنا في انه نخلق فرصة عمل. لا ارتهان في غزة بما تقدمه معطيات الحياة الاقتصادية، بل هو تفاؤل الإرادة المتحايل على أشد الظروف قتامة. وإن تعددت وجهة المشاريع الأخوية والعائلية، فتبقى سمة التكامل والتعاون قاسما مشتركا منحها نجاعة دفعت بنماذج أخرى لأن تشق ذات الطريق بمشاريع منزلية لاقت رواجها في المعارض التسويقية. أما مشروع كعكتي فالدافع من المشروع المشترك كما ترى الأختان هالة ومنى هو الوصول بالمنتج إلى أعلى درجة من الجودة، فأصناف الكعك هذه تعد منزليا بتعاون أفراد العائلة كافة، ما يسهم في تطوير المنتج كما أشارتا. حبينا نطرح المنتج كصناعة وطنية راقية وجيدة الصنوع وفاخرة بجميع أنواع الحشوات. هذا المشروع عائلي، يعني لأنه إحنا مع بعضينا، سرنا مع بعضينا وشغلنا مع بعضينا، طريقة الصنوع ما بنقدر ندخل حدا لأنه مش هيعرف كيف طريقة شغلنا. إحنا كعائلة نسبة الخسارة بتكون أكيد قليلة، ونسبة التعاون كبيرة، وكمان يعني الأخطار اللي بتواجهنا ما حتكون بمثل الأخطار اللي حتواجهنا برا. لقد بات التأقلم ديدن مواطني القطاع، فمشاريع العائلة تطرح نفسها كواحدة من محاولات التأقلم الإيجابي مع معطيات الواقع بغزة. روان السوراني، الغد، غزة، فلسطين.